هتحسي ان انتي اتسرعتي. ادي اهو، شفتي؟ طبعا سرعت الفيديو مش سرعت ايدي، لاني انا حشي بحشي وانا واقفه. هنحشي بقى الكوسه كده، هنحط كله في بعضه مع بعضه. طبعا الكوسه ما بتاخدش سوى يا بنات، مش زي اي محشي، عشان كده بحطها مع ورق العنب، هتستوي قبل ورق العنب كمان، وهتاخد سوى بعضه، هيبقوا في منتهى الجمال. انتي بنحشي الفلفل اهو، ما تربكيش نفسك، ما تحطيش دي في حله ودي في حله، لو حطيتي الحبه دولت في حله تانية لوحدهم هيشيطوا اصلا، مش هيستوي، لانهم هم حبه صغيرين. رصصي بقى كده ده على وش حلتك عشان تظبطي الغدا الجميل بتاعك. ادي اهو خلصنا المحشي، ودي الفرخة كنت انا متبلاها وركناها. هتقولي متبلاها ازاي؟ بصلايه بطماطمايه بشوية فلفل بشوية ملح، ده بيغير طعم الفراخ خالص وبيخليها جميلة. حط ورق لورا، طبعا انا ولا حاطه بصل ولا حاطه طماطم، لاني انا حطاهم في تتبيله الفرخه وهي معموله. وادي كده هنسقطها بقى قطعه قطعه، خلاص خلصناها سقطناها. شوفي بقى البصل اللي على الوش ده مطرح التتبيله، وحطيت مرق، مكعب مرق دجاج. هنسقي بقى المحشي بتاعنا، هنصطاد الوش بتاع الفراخ كده. طبعا ورق العنب بتزودي فيه المرقة زي ما انت عايزة، بس مش لدرجة ان هو يتعجن. يتعجن نركن بقى الفراخ على العين الصغيرة كده ونهدي عليها. هنحط المحشي بتاعنا على العين الكبيرة ونعلي عليه، مجرد ما يقلب من جميع الاتجاهات نغطي عليه على طول. هنغطي عليه بقى، عشان يقلب هنا بقى. هنعمل شوية شوربة لسان العصفور كده، معلقة سمنة، شوية زيت صغيرين عشان بس حبة الشوربة ما تتحرقش من السمنة لوحدها، لازم تضيفي نقطة زيت بس بسيطة. حط بقى لسان عصفور كده، قلبي بقى وخلي بالك منه. بصي بدأت تحمر اهي، والمحشي بدأ يقلب، مش هنهدي عليه الا ما يشرب خالص. ودي الشوربة بدأ لونها يحمر، ادي كده قلبنا الشوربة اهي، خلي بالك منها، قلبي فيها كويس. وادي الفراخ بتاعتنا خلاص،
نصفي بقى الشوربة كده من البصل. نسيب بقى الشوربة كده من المرقة. نقلبها كويس. هنبدأ بقى نحمر الفراخ بتاعتنا. ونقلنا المحشي وطينا عليها وخالص اللي عندي. بصي بسم الله ما شاء الله بيشقشق من كل الحتت من جميع الاتجاهات. هنثبت بقى الكاميرا بتاعتنا عشان نحمر الفراخ. هنشيل بقى الفراخ في الطبق كده كده قطع عشان تتصفى من المرقة بتاعتها عشان اعرف احمرها دي. بسم الله ما شاء الله الفرخة وزنها كبير وحلوة. انا ما اعرفش انا اعمل ايه في الشارع اللي جنبي، انا ما اعرفش. يلا ادي عيب اللي بيسكن على الشارع يا بنات، دايما عايشة في دوشة. حمري بقى فراخك كده وظبطيها من جميع الاتجاهات. حمري بقى كده قلبي بقى من جميع الاتجاهات كده، وما تقسيش عليها في التحمير عشان ما تبقاش ناشفه زياده على اللزوم، ما تبقاش حلوه. خليها ذهبي كده مقرمشه في نفس الوقت وطريه. اصلا التتبيله اللي انت متبلاها فيها دي بتخليها من جوه طريه وجوسي كده جميله، مش ناشفه ما تعرفيش تاكليها. حمر بقى الاوراق كده. نغرف بقى اكلنا غدانا بعد يوم شوك. ادي المحشي بتاعنا الجميل اهو. هنشيل بقى صوابع الكوسه كده نرصها في الجنب. نشيل بقى صوابع الكوسه والفلفل كده عشان نعرف نغرف المحشي. طبعا الحله مولعه، بحاول على قد ما اقدر اشيلها بالراحه كده. نمسك بقى المحشي بتاعنا ونفلفله كده عشان نعرف نغرفه في السرفيز. ادي هو بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، الواحده بوحدتها. شوفي جماله ولا ريحته ولا طعمه. قومي جدعاني نفسك كده ونشطي نفسك واعملي الاكله الحلوه. ادي غرفنا اهو الكوسه والفلفل والمحشي ورق العنب، ودي الفراخ حمرناها اهو. هنغرف بقى شوربه لسان عصفور في السلطانيه بتاعتنا. ادي شوربه لسان العصفور بتاعتنا الجميله. وادي يا بنات غدينا مع بعض، اللي اشتريناه سوا واللي عملناه سوا واللي ظبطناه سوا. ادي اهو بألف هنا وشفا يا رب، ويا رب يكون يومي عجبكم. تعالوا بقى ندلع نفسنا في اخر اليوم كده. جبت بقى شويه فواكه جمال، فراوله وجوافه وموز. نعمل بقى عصير كوكتيل مع بعض كده، نرطب على قلبنا بقى. احنا تعبنا بقى وطول النهار هرس ورايحين جايين، وتبلنا البنيه وعملنا المحشي وعملنا الفراخ ندلع نفسينا بقى. جبت دي معانا جوافه، معانا موز، معانا فراوله. باخد طبق طبق اغسله واجيبه تاني.
ادي غسلنا الجوافة وغسلنا الفراولة.